شو عم تحكي يا ابو جوده؟ وعصام انت عندك طفل لقيط؟ اي نعم سيدي عنده طفل لقيط، بس اشمعنى يا جماعه فهموني، اشمعنى هذا الطفل اللقيط خص نص حط على باب بيته دونن عن كل بيوت الشعب كلها؟ لك اخي فهموني، ليش ما نحط على باب الجامع؟ ليش ما نحط على باب بيت الشيخ؟ هذا المؤاخذه ما تفهموني غلط ها، بس هذا ابو عصام هيك كاتب بالمحضر قدام المحكمه. ابو جودات يعني شو بدك هلا؟ خلص يا ابني طول بالك شباب. ابو عصام كلام ابو جودات مضبوط. يا سيدي حكي ابو جودة مظبوط مظبوط، انا فتحت باب بيتي لقيت ولد صغير ملحوش قدام باب البيت وبلعتها وسكتت، كتمت على الموضوع مش هالولد وهي فيها جرم، هيك فهمت انه كتم معلومات عن السلطات، بس عملت بشرع الله، انا عملت بشرع الله ابو جودة، رحت على المحكمه قصد نص ليتسجل الولد وتصب له هوية وتصب له اسم ومثل عادة، ونطرت كل المدة قلت لعله وعسى يجي واليته اللي حطه بيعرف العنوان، ما حدا بيان ولا حدا دق باب بيتي، شو اعمل؟ وبالاخير شغل عدن عرف وشاع كتر خيرك والله. هي عدن عرفت عرفته اخي. اخي ابو عصام عدم المؤاخذه من غير منقوديه يا اخوان، ما تفهموني غلط يعني بركدا، يعني عم قول بركدا، طلع هذا الولد ابن حرام. دف بنت امك ابو جودات، على الارض عليك كل شيء لايق، خاف الله. انا عم اقول بركده نهايته، شو بدك هلا؟ بدك تشوف اهليتي بعد الشيبه؟ انا جاهز لعيونك، شرف هالمخفر وايد هنيك اللي بدك اياه. شرفوا عدم المؤاخذه منكم، شرف اخي ابو عصام، شرف هالمخفر. شرف. السلام عليكم. عليكم السلام. وين رايح يا ابني؟ خلاص انت ما عليك، روح هوني جاكيت والطابوش. يلا شو القصة هي؟ خيالي بتحط العقل بالكف. فضيح 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 فضيح. شو بك هيك يا شباب؟ يا لطيف يا لطيف يا فضيح، قلت لك زكية هيك لمحها هيك هيك. شو جبت جديد يعني؟ من يوم يومي زكية شتفتها مرة بعمري مرة. لا 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 عم بتهديني بالقصة. لك تعال هون. شو كان بدك مني اه؟ ليش كنت عم تعيط؟ الولد عم يبكي. شو لسه عم يبكي. هو عم بيت ابو عصام مثل ما خمنتي. يا لطيف يا فضيح يا لطيف، شو انك هيك ذكيه ذكيه ولا معها؟ ليش ما بيحطوكي بدل ابو جودة في الكراكون؟ خلاص اللي هلا ابن مين طلع الولد؟ ما بعرف. كيه من اللاحه من اللاحه، ما بين من اي عائله؟ ما بعرف، بس ابو عصام لقى على باب بيته. يا لطيف يا لطيف، دنيا اخر وقت دخلك وليش خبوا الحكايه عن كل الناس؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ صار لك ساعة طفولتي مثل السعادة وفوزية وذكية وما بتعرف؟ لكان ليش خفقت لعندي؟ والله ما بعرف، أنا حق علي اللي إجيت وخبرتك. أبو بدر تعال هون، ما تفكر فوت الحمام مثل طلوعه؟ بدك تروح تعرف لي نصها من طاطا لسلام عليكم ترجع تحكي لي إياها بالليل، يلا الله معك. بس أكل لي لمي. ما في أكل. الله يوفقك فوزية. أبو بدر يلا يلا رايح يخرب بيتك من حالك يا عم عصام. شو بك داعود؟ داعود وقف. تقول لي شو بك؟ ليش عم تبربر لحالك؟ خالتي عمي ابو عصام. شو بقى ابو بطيخ؟ اخذوه درك. وليش لحتى ياخذوه؟ شو عمل لحتى ياخذوه؟ احكي. ابو جودة هو قال انه عنده ولد ببيته، ما بعرف قرعت ابوه منين. ولد ابن ام عصام وابو عصام، في عندهم ولد ابن. استغفر الله العظيم يا رب. الوقت بقولك شو العيله هي؟ لك شو العيله هي؟ سلام خالتي احكي مع صافي يشتغل معي بالبايكه، والله 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 انكسر ظهري من الشغل لحالي. وين عم بيروح هلا هذا ظافر؟ خلص ولا لا تتكلم انت، بس اسمع لنا امتدك هلا وبوشك لعند ابوك احكي له كل شيء شفته بالحاره. شو امرك امرك متذكر؟ يلا لشوف يلا.
يا لطيف ولد استغفر الله العظيم يا ربي وقتك. ايه سيد شوكة، انت بتعرف وسبق قلت لك بالقهوة انا اجتني دراسة مشان ادرس وضعك وشوف اهليتك لحتى تقدر تربي طفل يا ترى ولا ما بتقدر تربيه. مشان ما ناخذ ونعطي كثير مع بعض اجتني الدراسة شرف وفيها طلبات قادر تنفذها حضرتك، لانه حسب تنفيذ هذه الطلبات وحسب قدرتك بدي اكتب التقرير. يا بتربي الطفل وتتبناه يا اما ما بصير تربي الطفل وترعاه. اول شغله مبين عندك قادر تربي طفل رضيع ببيتك؟ اثنين قادر تامن له الرعايه الصحيه والغذاء اللازم؟ ثلاثه قادر تامن له دياره؟ وهي مو حيالله دياره، بدها تكون دياره مناسبه، يعني ما يبرد بالشتاء وما بصير يشوب بالصيف. رابعا يلي هو السؤال الاهم وبدك تجاوب عليه بصراحه ووضوح، هل تكتب تعهد على انك تسلم الولد لاهله في حال تم التعرف على اهله؟ شوف شوكات، اصولك بعرفها، اوسطك ولوسطك فهمانه، الدراسه اجت لعندي وانا بدي اكتب فيك التقرير بالكامل. يا بتجاوب مثل ما بدي يا اما انت غير مؤهل لتربيه الطفل. تفضلي تفضلي يا خانم تفضلي. اهلا وسهلا. خير ابو جودات، ليش طالب السيد شوكات؟ انا كلفت بدراسه حول مدى اهليه السيد ابو عصام على انه يربي طفل ببيته. ومستاهل الدراسه هالبلبله اللي ساويتها وشهرت فيه للزلمه؟ لو سمحتي يا استاذه، هذا شغلي، ما بسمح لك تتدخلي بشغلي. انا ما عم بتدخل بشغلك، اصلا انت ما بتعرف تعمل شيء ولا بتفهم بالقانون لانك عم تخالفه. انت شهرت بالمواطن والدراسه يلي بدك تعملها ما بتستحق انك تشهر فيه قدام الناس. انا هلا رح اقدم فيك بلاغ للداخليه انك عم تشهر بالمواطن شوكت. اصلا المهمه يلي عم تقوم فيها لازم تكون بشكل سري، مو هيك؟ لك يا استاذي والله الحق معك، بس مشكله اهل حاره الضبع بيخرجون الواحد عن طوره. كل شيء عم تحكيه مزبوط، انا ما كان هيك قصدي، يعني كان قصدي جيب الاخ ابو عصام بكل هدوء ورواء وفهمنا شو الموضوع واكتب التقرير وخلصنا. وهلأ شو؟ هلأ يعني إذا بتتكرموا علينا أنت وأخي أبو عصام أستاذ عصام كن تشرفونا وتشربوا عنا كاسة شاي. شرفي أستاذي شرفي. تفضلي دايمي. والله والله لتجيب آخرتك والله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو قصة هالولد صهري؟ شان الله خالي. خلصنا بقى. أبو عصام، تعال شو احكي لنا شو قصة هالولد، خلينا نفهم. إيه أبو عصام، هات لشوف، احكي لنا قصة هالولد بالقلم نشرح. ماشي الله يرضى عليك. خد أخوك، شو بدك تقرأ هذا؟ عمرك يا أبي. شرفوا صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا الله. يا عم جودة سجلت ثلاث عناصر انا؟ سجلت كل شيء لي بلاك. سيدي يا عم جودة بعد هيك. هن كلمتين يا عم جودة، هن كلمتين. اهلين عقيل، خير؟ شيل بيت ابو عصام من راسك، ليسلم راسك. شوف هالزوق، انت حبيبي وصاحبي، انا ما خصني بدوق. شو بتجيني التعليمات بنفسها وبس. وانا قلت اللي عندي يا ابو جودات، قلت اللي عندي. يلا يلا يلا. الله يعطيك الف عافيه يا استاذي، ما قصرتي والله. الله يخلينا اياك يا ابو عصام، يعني هذا اقل من واجبه. وشو بده هذا ابو جودات الناقص؟ انت قلتيها يا مو، ناقص. بالنسبة لإخراج القيد إن شاء الله قريباً جداً رح جيب لك إياها من النفوس. إلي معارف هنيك رح يطلعوا لي إياها بسرعة. وبالنسبة لأبو جودة لا تاكل همه أبداً إنه يقدر يعمل لنا شيء. ليش بسترجع يعمل شيء بحضور هيك؟ يغسل أنا عنك. إي والله أنا ماكو بدل الحكومة لحطك رئيسة مغفر. يلا بالإذن يا جماعة. يا أهلاً معك حبيبتي. الله معك. إي لك لك مع السلامة. الله معكم. هاتي هاتي شايف؟ شايف أبو عصام؟ شايفه شو مصفر وما عم ياكل ولا علي؟ شو عم ياكل خيار؟ خيار بيأكل خيار؟ فكرينه بشي اسم لك سؤال. تعال شوف، تعال تعال. إيه ابن عمي،
شو قصة هالولد؟ والله ما فهمنا منه شيء للسيد أبو عصام بالمضافة. ليش هو بيحكي شيء والناس تفهم عليه؟ والله يا فريال معك حق. العمى ابن حرام وبالبيت، ومن بين كل بيوت الشام ما انحط إلا قدام بيت أبو عصام. يا أبي ما بيجوز تقول ابن حرام. شو أمرت ظافر أفندي؟ عمي والله ظافر ما بيقصد شيء، بس هو ما بده تتحمل وباله للولد. بهية ظافر أفندي، لك ما بيكفي أنا ساكت عليك وانت تارك لي البايكة ومغير حلاسك وعم تحوس وتلوس على كيفك؟ والله أعلم وين عم تروح. كمان جاي تدافع عن أبو عصام؟ يا أبي ما بدي دافع عنه أساساً. ليش لدافع عنه؟ أنا عم بحكي عن الولد، لسه القصة ما بنعرفها. يخرب بيتك، لسه كمان عم تكتب وشي؟ لعما بعيونك صحيح؟ زافير يلا قوم روح، قوم روح على البايكة واشتغل، وإنك أحسن ما عم بتطق حنك مثل النسوان. يلا الله يرضى عليك. لعما لك شو صاير له هالولد؟ طول بالك ابن عمي، ما علينا منه هلا. قلي شو بدك تعمل له لأبو عصام أنت وكبارية الحارة؟ مو شغلي فريال، من هون ورايح ما بتتدخل بشغل الرجال. واستعجلي لي بقصة قاو. يلا حطوا أكل. ليش هيك عمل عمي أبو عصام يامو؟ والله ما عم تفوت براسي. إيه والله يامو، يعني معقول خالتي أبو عصام ما قالت لك شيء؟ الحمد لله يلي عمله أبو عصام هو عين العقل، لأنه لو قال الولد عندي من الأول قبل ما يصدر حكم المحكمة كانت الناس لبسته الولد برقبته، وبتصير هالعالم بقى تحكي عليه شروي غروي. بس ليه كتجرس بالحارة؟ أبو جودة واحد قليل ذمة، قليل ضمير ووجدان، ونحنا يا بنات لازم نعمل الواجب ونروح لعندهم نزوره. مزبوط. انت جبتي ايه أبو؟ العمى، لك حدا بيرمي ضنا يا جماعة، ضنا! الفقر يا فوزية، الفقر بيعمل أكثر من هيك، لك الله يجيرنا بس. إي والله الله يجيرنا. أم زكية؟ نعم. بدي أسألك سؤال. تفضلي اسألي. يعني هذا الولد، استغفر الله العظيم، بس من... لا تكملي، لا تكملي، الله بيعلم شو قصة هالولد. وهالأيام اللي عايشينها لسه رح يجينا أيام أمر من هيك بكتير. اي والله معك حق، بس يا على عيونه اللي حط الولد قدام بيت ابو عصام، كان يمشي له كم خطوه ويحطه قدام بيتنا. نحن الحمد لله ميسورين، وانا صبيه اكثر من سعاد بقدر ربيه. خزيت العين خزيت العين، لك اسمعوا علي الحكي يا جماعه. امزكي انت شو قصتك؟ شو قصتك؟ كل ما بحكي كلمه بتطلعي لي سنجق عرض. هي رفيقتك وسديتك؟ لك خبيت عنك قصه الولد. ايه تقبريني. كلي 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 فستق، كلي بزر. ما بدي. ما بتقدري تفصفصي بزر، ما عندك اسنان. شو عرفك؟ بالله ما عندي اسنان. انت ما عندك على عيونك. لسه كل ما قلنا على سعاد بتنط. الله، نحن مو هيك اتفقنا يا نمس. هي الدكانة مو خان، اتفقنا نومة وبس. وانت حكيته لابو جودات انه كل يوم بصير تأخير ياخد خاروف، بقى شو بدنا نعمل؟ تفهمني. لك الرجال لهلا ما اجى يا جماعة، شو رح نعمل؟ وبعدين معك انت وياه، ولك كنه بقى كنه، خلونا نعرف شو بدنا نعمل. لك شو بدنا نعمل يعني؟ خايف يخرب بيتنا. محلولة محلولة، بس الزلمة بقى بتنحل القصة كلياتها. لك وينه؟ وينه؟ بس شو بك روق شوي، ما تقول الا اجا. طيب وبلكي ما اجا الزلمة، بدك تعطي له جودة خروف؟ ايه بنقول له انه شو اسمه هي اداكي انه فهمت علي، وبنقول له ابو جودة اخذ خروف ترابية. شو؟ خروف ترابية؟ بدي قص ايدي اذا بصدقها. وانا بدي قص ايدي، ايش كان في واحد قص ايده بعد ما قال بدي قص ايدي؟ شو هالقصة؟ اضرب عليكي، شفتيها شفتيها؟ عيني هيا لطفي، شفتها طالعة ومستعجلة من عندنا من البيت، وبيني وبينها رمشت عين، كانت طالعة ومستعجلة. يعني أنا لو مستعجلة شوي صغيرة يمكن كنت شفتها جوات البيت. وأنتي شو عملتي؟ كيف قدرتي تسكتي؟ والله لو كنت مطرحك لكنت عملت له جرصة. جرصة شو؟ أي والله أنا بخاف، بخاف يتجني يا أبوشي، والله بوعى من طولي. ولك جدبة أنتي؟ ليش لسه عندك أمل؟ ما القصة باينة، لتكوني ناطرتيه لحتى يشرف هو وياها على البيت. لطفية
حكيتي لي مع الشيخة مشان الحبال؟ لا والله، بس روح لعند أمي ببعث لها خبر. شو بدي أعمل هلا؟ من هون لنروح لعند الشيخة. سايريه أنتي؟ لأنه هي الشيخة رح تخليه لما يشوفها لهديك المقوصة تبع المكتوب مثل العفاريت عم تنطوط قدامه. يو شلون هيك؟ مثل ما عم قلك. هي بزايرو بس الله يريحني. تعرفي أنا قلبي مانو مرتاح لهدول التنتين، وخاصة هي ضرتك السرنوي. رح موت، رح طق على ما أعرف شو في بيناتهم. والله عقلي رح يشط. شو قاعدين عم يحكوا جوا؟ معقولة تكون عم تزبط الشغل لحالها وبدها تطلعنا برا؟ ايوه هي لطفية نسناسة بتعملها. وبكره بتقله لابن عمي انا قاعدة برا عم بشتغل وعم بتعب، خليهم هنن يشتغلوا بقلب البيت. نحن بدنا نصير خدامين لبنتها لفريال؟ فشرة عيونها التنتين. شندي لك شو بفهمك انت؟ امشي معي امشي لالا. السلام عليكم. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام. اهلين اهلين عمي، اهلين وسهلين. هذا الحمار للبيع؟ ايه والله للبيع، بس بطلوع الروح والله بعته. بطلوع الروح والله عمي. شو امرته سيدي؟ هذا بطلوع الروح بعته. هذا شندي عمي، شندي. إيه؟ اسمه شندي؟ ايه شندي شندي مو حي الله. لك عمي شندي ولا غيره؟ للبيع ولا لا؟ بدي بيعه عمي. انت بتعرف من جده للحمار شندي اللي انت رح تشتري يا افندي. لك امشي هلا، شو بدنا بجده ولا بسده؟ انت بدك ناس مو شيء. لك روق بالحكم، خلينا نعرف مين جده. مين جده دخله؟ جده للحمار، الحمار ابن البغل يلي امبراطور المانيا بذات نفسه طلبه. هلا الباشا شندي بدك تبيعه ولا لا؟ ولا رح تخليه واقف هون؟ شو رايك ناخذ صوره انا وياه بجنبه تذكار؟ مالي ناقصك مسخره، فتح عينك هالقدها عمي. مالي ناقص مسخره منك. ايوه هذا شندي، شندي مو حي الله. لك عمي كلمه ورد غطاها، هذا الحمار للبيع ولا لا؟ انا محسوبك ابو الضمير، اساله عني بسوق الحمير، قصدي يعني مشهور بسوق الحمير. والله ما بدي بيعه لشندي، صعب علي فراو حبيبي. يا شندي امشي امشي، اللي فينا مكفينا. امشي قلنا ملحامض لابي يعد منياك انت وياه. شو بدك تقلنا كمان؟ خلاص سليم فلنا لحبر الخلزات. سليم روح درمي من هون روح. الشغلة اللي بدي اشتغلها. طب فهمنا شو هي؟ رح اشتغل معك هون بالسينما. معي انا؟ ايه يعني انا بالنهار بالدكانه وبالحفلات المسائيه المساء شغله بحبها. في احلى من هيك؟ شلوني معك؟ ليك يعني انا ما رح كذب عليك ابو شوكه. يعني هو بدنا شغيل، بدنا شغيل. بس المعاش قليل. ها قديش قليل يعني؟ لا توقفونا عمالي لا توقف. قديش قليل يعني؟ قديه؟ يعني قليل كثير اخي. خلاص ماشي الحال، نعمة كريم. بس يعني المهم شغله بحبها. شلوني معها؟ موافق؟ خلص ماشي. تحكي لنا مع الخواجه؟ خلص ولا يهمك. انا من بكره عندك باذن الله. ماشي يلا. شو بدك تحضر السينما؟ لا لا ما بدي، هذا حضرانه هذا الفيلم. السلام عليكم. تبكي شو؟ بدي لك شغله. شو في؟ بدك تغير حلاسك. ها شلون يعني بدي غير علينا حلاسي؟ لا تاخذونا. شلون يعني بدي غير حلاسي؟ يعني ما بدك تلبس طقم يعني بلا هالمبازه. مو ظابط ما؟ طبعا. طيب خلاص خلاص بدبر حالي. يلا انا بكره عندك. السلام عليكم يا امجاد. ايه شو عليه؟ الله بيعطي الحلاوه للي بلا اسنان
ناقصها سعاد خانو؟ ناقصها اولاد واولاد واولاد تتسلى فيهم لحتى يجيها هذا الولد؟ وانا قاعده وشي بوش الحيطان نحكي مع بعضنا. اخ يا حسرتي عليكي يا فوزي، كله من بدر راح وتركني، بس السبب نحن ها، لانه بنضل بنتخانق. خلاص طولي بالك فوزية، يلا بسيطة، أول كريم هانك هانك إن شاء الله. لا ما هانت، وأنا بدي الولد. أخ منين بدي أجيب الولد؟ بتروح لعند أبو عصام، بتزت له قرشين وبتقول له يعطينا الولد تعباته. أو بيقبل؟ بده يقبل، كل الناس محتاجة هلا، ولا تفكر بيت أبو عصام مثل أول، لا حبيبي زمان أول تحول. يا عيني عليك يا فوزية، والله جبتيها. خلاص بكره الصبح ان شاء الله بروح لعند ابو عصام بقول له هيك وبنخلص من قصه الحبل. لا حبيبي كل شيء لحال، صب شاي مع جوز صب. يلا يا رب فوت جدي فوت. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك يا رب. ليش معسل حالك؟ يا عمي الشغل يا صبر الله. تفضل يا عمي تفضل. شلونك واصله يا بي؟ واصله. كملوا عشاكم يا بي. تفضل تعشى معنا. الله يخليك يا اخوي. ايه والله ها. تفضل يا بي. انت شاطره بالزيتون. ان شاء الله صحتك. مضبوطه. هذا شو؟ تفضل يا بي تفضل. صحتك يا والله. صحة وهنا. من الارضية. وينه الافندي؟ والله امبارح زارنا زياده المستحيه وراح. وين راح؟ على البساتين وماركاناتو. على مضمن الاراضي. وشي بيقول ما غلت الارض وشي مخبي الرزق ليغلى. جدي يعني على الحالتين مو راكزه. اشهد ان لا اله الا الله. شوف لك سليم، هذا الحكي سمعته منك كلها. حمر راى مرت اللقب بزعل منك. ها بدك تزعلني شي انت؟ لا اعوذ بالله. ايه خلاص، على ابوك ما بتعطي وخص نص قدام اختك. هي بقى جيب لي كباية ماء روح. الله. لك ورا الأولاد مريقوا هيك، كنتي عم تحركشي انتي. أنا بعرف هيك نسوان، حركشك نسوان عيب. وعلى جوزك لك أبوهن هاد، مين بده يقوم فيه بكرة؟ حاضر يا أبي على راسي، خلص. ما أنت مساكت الله يرضى عليك. حاضر. بدك شيء أنا موجود. ماشي. ما بدي يا بي ما بدي. خلص ربي الله يخلي لنا اياك يا رب ويرزقك. الله يسامحك يا ابو عصام، مثل ما كسرت بخاطري. ما بدي بعد الحالة، أنا شو بدي أجعل عن فوزية إلا ما صبطت القصة. وانت شو عملت؟ انا شو عملت؟ انا وقفت لك انت عم تدق علي ها وجعلت فيا مهان. لا مو هيك، جعلت فيا وعرمت هيك وطلعت فيا هيك، بعدين قلت لحالي خلص ما عاد بدها، ما بدها تفكير نار. ايه قلت الله يسامحك يا فوزيه واجي. ولك اضرب على حظي، ولك اضرب على حظي. شو بزفت يخرب بيتك من حالك؟ قلت لحالي بعد كل هالحكيات ضربته بهدلته، قلت له شي كلمه زاحله. هذا هو ابو عصام؟ ما بيجوز لك فوزيه، ما بيجوز. هذا ابو عصام كبير الحاره، بعدين حكيمه، بعدين عيلته كبيره، ابو قاسم، ابو شهاب الله يرحمه، وابنه عصام، وصهره سعيد، وابنه معتز. اعوذ بالله، اعوذ بالله. انت بدك تموتني ما بدك تموتني؟ رح تعدل لي شجره عيلته لهذا والبطيخ ابو عصام؟ يخرب بيتك من حالك. خلص اسمع بلا لا ابو عصام دراب السخن. ايوه ولا دراب السخن، كله على بعضه ولا دراب السخن. ابو بدر اسمع لك، بتروح لعند الشيخ عبد العليم وهذا تبع الكركور رئيس المخفر الطولان، شو كان اسمه؟ دراب السخن.
ابو جودات ابو جودات ايوه ابو جودات بتروح بتحكي لهم وبتاخذهم لصفك وقت ابو عصام رح يقدر عليك يا لطيف يا لطيف يا فوزية شو عندك هيك قريب ودقيق وطاطية على الطريق اي والله انا بس بشغله وحده كنت جذبه معقوله هيك يا شيخي معقول يا ابو عصام يقلع لي من نص دكانته وانت الله يصلحك يا ابو بدر معقول تحكي معه هيك حكي معقول مو من اهلي هذا من اهل مرتي فوزيه اشهد ان لا اله الا الله خاصه ابو بدر انا بحاكي واصلح بيناتكم بس انا مو مشان هاي جاي لعند منك شيخي اها مشان هيك عم تساليني مين ولدت من نسوان الحاره ايه مشان هيك يا ام زكي شو هالحكي يا ام عصام وهيك لقيتوا لهالولد مستوت قدام باب سقاكم ايه والله لقيناه مستوت ولي على عيونهم شلون اجى من قلبهم يحطوا الولد قدام باب سقاك لا تدعي عليه هون يا ام زكي ما بتعرفي شو ظروفه مهما كانت الظروف ما في حدا بكب ضناه شو هاد شبكي ام زكي بحتي فرد بحتي يمكن الجماعه ظروفهم صعبه وما قدروا يربوا هالولد شو بدك يا هون يعني يزتوه بالشارع شفتي يا ام حاتم شفتي يعني ولد لقيناه على باب سقاك انا وابو عصام بنتركه مخطي يلا لك ثوابه الله يحمي لك يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أبو بدر ما بيجوز هذا الحكي يا أخي شلون يعني؟ ملاقين بور عيمة عم الحارة نحنا؟ لسه بتقلي الأهلية لألك لا الأهلية لأبو عصام هذا من حقه ولا من حقه؟ خلاص ما بقى يا ربي يا ربي يا ربي الله يوفق الله يخليك الله يوفق لك هذا بدو أبو عصام مليان أولاد عندهم أولاد خيرات الله نحن ما عندنا أولاد بيتنا فاضي بعدين بتهون عليك هيك فوزية قاعدة لحالها طول النهار، أنا بالليل بيجي يعني بسليها بس بالنهار مين بيسليها؟ لك اسمعوا على الحكي لك يا أبو بدر، أنت حبيبي وصاحبي بس أنا المحضر كتبته محضر الأهلية خالص بتبعته على المحكمة، ما فيني غير يا أخي وش كان بدي غير؟ فهذا صعب كثير وبيكلف يا أبو بدر بيكلف أبو جودات يعني ما في أمل ما في أمل هو شيت ما في أمل في أمل بس متمالت لك يا بدر انت حبيبي وصاحبي بكلف 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 تكرم عينك انت حبيبي وصاحبي خلاص رح نغير المحضر بس بده شوية وقت بدك تنتظر لي ها بدك شوية وقت يا أبو بدر إيه وفهمك كفاية لك الله خلينا يا أبو جودات لحتى نروح خبر فوزية والله يطير عقلها لك الله يكتر من أمثالك يا أبو بدر شوفني والله أنا زعلان منك كثير ما زعل ولا شيء تروح لعند أبو جودات مشان لك مشكلة تعال عندي أنا مشكلة مشكلة الولد أنا ولد بدك تربيه إيه أنا لقيت لك الحل عمتي عندها 15 ولد إيه فيني آخذ منها ولد ويجيب لك ياه بشان تربي وحياه الله لك بدك تحرم حالك يا مهديان بدك تحرم امه لك بدك تحرم امه منه لك لا زوج عمتي مالل منه 15 ولد اصلا انا لما كنت روح لعنده كان يضربني فكرني ابنه والله العظيم هذا الولد كثير حلو مش باني مش معك انت ايه كثير وان شاء الله رح كل يوم بدي اصبح بخلقتك خلاص اخي انا بدي الولد اللي عند ابو عصام قالت لي فوزيه خلص لا بقى الله عليك يا ابو بدر بضحك بضحك ابو بدر تفضل السلام عليكم وعليكم السلام انا ظافر ابن ابو ظافر من حاره الضبع تفضل ارتاح خير شو صاير معك لا والله خير يعني بس في موضوع كنت حابب استفسر عنه أنا عندي أخ على البركة بس من غير أم يعني أمه من وقت ما ولدته نحنا ما شفناها إيه وين المشكلة بالموضوع؟ لا لا هي مو مشكلة يعني أنا كنت بس حابب أعرف إذا كان بيطلع له حصة بالورثة مثلي مثل أختي والدك من إمتى متوفي؟ لا الله يطول بعمره لساته عايش أنا بس يعني بس عم أسأل آه يعني انت عم تسال مشان تعرف قديش حصته من الناحيه القانونيه والشرعيه ايه بالضبط هذا الموضوع بيستدعي شغلتين اول شغله انك تحكي مع ابوك وتساله وهو بفهمك واذا ما استفدت شيء بتجي لعندي وبترفع دعوه عليه
ارفع دعوة على ابي؟ ايه طبعا بدي اياك ترفع دعوة على ابوك مشان نقدر نجاوبك على كل الاسئلة يلي عم تخطر على بالك. ماشي يعطيك العافية يا خانو، بفكر وبرد لي خبر. اهلا وسهلا فيك، امتى ما اجيت مكتبي مفتوح. طيب شو بيطلع علينا يعني بهالكم سؤال اللي سالناهم؟ سلامتك. تسلمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. فدا. أهلين يا نمس. أهلين يا قعود، كيفك؟ وينك يا سلمة؟ ما عاد ليش صرت عند أرفيلي؟ ما بدي، هديك المرة سقيتني وزيتون. يا سيدي هالمرة بدي دوقك أرجيلي غير شكل، داي شي أرجيلي عم خلال؟ لا ماني داي. حدوقك أرجيلي عم خلال، شي مثل الكذب، لا ليش مثل الكذب؟ كذب. إيه بدي. تكرم عينك، ما بتضيع فيك فعلي أبوك جوا؟ إلا كان برا. شو والله كمان صار أنت بشان وخلص. لا جن الولاد اكيد جن. يخرب بيتك من حالك يا زافي، ليه هيك عم تعمل بحالك؟ بس ايدي من شرشه اذا ما كان بدي اتجوز، وليه اذا صارت هالشغله؟ وليه بهيه؟ شوف يا نمس، بسامحك بس بشرط. شرط؟ العفو عند المقدرة عمي أبو زافي، ولو القصة صغيرة يا كبير. شو قصة عيشة الله يرحمها؟ قصتها أنت بتعرفها كتير مني عمي أبو زافي، وأنت كنت شاهد على كل شيء. بس بيني وبينك ما صدقت كل شيء. شو قصة؟ هات من الآخر. أنا اللي بقول هات من الآخر مو أنت. أنا بقول يا نمس عيشي الله يرحمها يمكن تكون وحدة من نسوان أبو عصام. فشرت بنص. طلع لبرا، طلع. وإذا مرة تانية رجلك داست هالبايكة بدي أكسر لك إياها. طلع انقلع. ماشي مامي، جبك طبخي؟ ليه ما عم تاكل؟ شحني عم باكل. معتز شو صاير لك؟ فيك شي؟ لا يا أخلاقي، لا يا أخلاقي من الشغل، من الحالة اللي نحن فيها. ايه شو عدا ما بدا؟ من يوم ما هيك أحوالنا. هو علينا، دايمي. صحة. انت بتعرف انه انا مالي غيرك، انت وجود بكل هاي الدنيا. شو لزومه هالحكي هلا؟ ما فهمت. ليك معتز، اذا بدك تتجوز علي خبرني، ما راح اقول لك لا، هذا حقك، بس انا ماني مقصر عليك بشي، واذا مشان الخلفه مو بايدي، من الله. لك يا بنت الناس، انت من وين بتجيبي هذا الكلام؟ حدا جاب لك سيره شي؟ حدا قال لك شي؟ ببوس ايدك خبرني، لا تخليني ادرى من الناس، لا تكسر بخاطري. ولك انا بشو انت بشو؟ مشان الله ساره، مشان الله. ماشي يا بنت الناس، ببقى بس اتجوز بخبرك. انا فايت نام لبين ما يجي ابن حماي بشير. وبشير كمان هزارتنا البركه. لك عن جد هيك حكى معك؟ اي نعم هيك حكى معي. علي ما علي، كان لازم روح قل له لابو عصام، بس انت حالي يا ولد كنا على جرحاك وبلا ما تعلقفتني. هذا ابو ظافر واحد مخري. لك شو بدك بابو عصام تروح لعنده وتقول له؟ ابو عصام بالاساس قلبه منفوخ منه، اتركه لربه. صدقت لك الحق علينا، نحن اللي عاطينا قيمه فوق قيمته. صدق اللي قال، ولك في ناس مش شيكارة اللف العربي، ما بينضبوا مشان تعبيهم بزاق. سيك، مو انت اللي قلت لي انه ابوك كان كيس بحمام السوق؟ نعم سيدي. نعم سيدي، طبعا انا سيدك. هاد اللي امه داعيت له، هاد اللي فتحت له طاقة القدر. اسمع مني، هاي من اليوم ورايح سلاحك.
مو يجي ابو جودة يقول لك مو ابو جودة يجي الكومندان بزاد نفسه يقول لك ماسك سطل اتركهم سوت له ما لك دخل سيدي مزين اللي مسكه تمام حاضر سيدي صارت مداهمه ما صارت مداهمه هجموا علينا ما لك دخل فيها ضل ماسك هي زينتها المحروسه تمام ومو بس هو كلياتنا بدنا نحرسها بدنا نراعيها بدنا ننظفها استعداد ايش هذا ابو جودات ايش هذا والله بدي احترام سيده ابو جودات احترام سيده ابو جودات ما شاء الله ايش هذا ابو جودات ايش هذا شلونك يا مزيان لك انا صرت منيح صرت احسن واحد بالدنيا كلياتها ما شاء الله والله هيبه هيبه يا اخي تعال شوف بصراحه انا ما كنت احترمك قبل العمى ضربك ليش ولك بس هلا انت تاج راسي الحوسه جابت لي هبه كلها خلصنا بس هيك فيش هذا صوت بعيدات لا لا عم جودة لا تدخل لو سمحت لا تدخل هذا المكيس تبع السياره طبعا الحوسه هذا جديده يا عمي اهلا يا عمي بشير عمي بسلم عليك الحكيم حمزه بقول لك جماعه عندك بعد صلاه العشاء خلص ماشي ماشي يا مرمى بشير سلام السلام عليكم اهلا يا حبيبي اهلا وسهلا يا شيخي زارت المراكي تفضل تفضل شو اسكب لك ماشي شيخي شو اسكب لك شيخي كله خير وبركه موجود حط له اي حط له 100 اهلين وسهلين يا شيخ عمل عمل لا داعي تغلب حالك يا ابو بدر اكتب لك معلمي ما انا بكسب لحالي انت روح جيب له خبز للشيخ تفضل تفضل شيخي بسم الله بسم الله بسم الله 100 اهلين وسهلين يلا بسم الله بسم الله الله يكرمك هات 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 بسم الله الرحمن الرحيم اي والله بسم الله الرحمن الرحيم شريف شيخي شريف اهلين وسهلين حط لك قطعه الله يسلم ايديك موجود يلا صب له من هي معلم طيب هلا هلا بس شويه رجع رجع لك انت وزيه ما قلت لي لشو هي العزيمة؟ لا ما في شيء، أبو بدر هيك جاي على باله. شو فكرتيني جدبة؟ أبو بدر رح يعمل العزيمة من شهره. وينك بالسالفة إذا ما كان في قصة ورا هالعزيمة؟ إيه ستي، في قصة. حتشوفي هالعزيمة شو رح تعمل من بعدين. كمان. كلي امسكي التي. عم باكل عم باكل. أخي أبو الحسن، أدهم بعت لي إنه لزوم. نحط الولد بحضن امه وامل وخلص الكلام يا بايني اخي بايني يعني لزوم نغير مطرح الامانه من كل بد عقيد ادهم ذكرك بالعهد والعهد مطرح الامانه بينك وبينه يعني بتطلع انت لحالك وانت بتغير مطرحه ايه بطلع لحالي بجيبه الله يحميك اخي يا شلون أستاذ دلال؟ أهلين أحلى عمي أبو عصام يا بي في كلمتين بدي أقول لك إياهم خير أبي يا بي هاد ظافر ابن أبو ظافر إجا اليوم على المكتب لعند الأستاذة جولي وحكى معه مشان قصة الورثة تبع أخوك عود ورثة؟ إي وحق الله يا بي وقالت له الأستاذة يا بدك ترفع دعوة على أبوك يا بدك تسأله أبي أنت ليش عم تقول لي هالحكي؟ ما بيصير لك دلال هاد الحكي ما بيصير يطلع من المكتب الله يرضى عليك الأستاذة جولي بجوز تزعل منك أنت عم تشتغل بقضايا الناس ومشاكل الناس وحوال الناس بصير نحكيك عن الناس ما بصير كبيرة شغل لك ما بيعود حدا بيأمن لكم أصلا لأمك ما بتحكي هالحكي مو بس لأمك لخيالك كمان بتحكي ما بيجوز شو ظافر وين كنت اليوم؟ كنت بالبايكة بالشغل أيوة كنت بالشغل وبالبايكة بالذات ولعبس هذا الطقم ليلة شو قصة هذا الطقم؟ شبه طقم شو بس الأكابر والزوات بيلبسوا طقمة والأساتذة ونحن كمان بحق لنا نلبس ليك ابني بدي أحكي معك كلمتين
وحطن حلقة بإذنك. لا تفكر إنه أنا ما بعرف كل شيء، بحط هالرقبة بعرف كل شيء. ياللي بده